السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده بلاجن حلو قوي للسكتش اب، بيشتغل بالذكاء الاصطناعي، اسمه AIR for SketchUp. عندك انت مثلا عملت رندر بالشكل دوت، فتقدر تقول له طب عدل لي بقى في الرندر، يعني مبنى اهو مرسوم اهوت، وتقدر تقول له بقى اعمل لي اكتر بالرندر ليه. الصورة ديت هي دي صورة اصلية، بقى الذكاء الاصطناعي يقدر يعمل لك الصورة بالشكل دوت او الشكل دوت، يقدر يديك اشكال كتيرة جدا لنفس الكتلة اللي انت رسمها. طبعا في صور وفيديوهات كتيرة للقصة دي. اي كتلة حتى لو رسمت مربع اقول له اعمل لي رندر ليها، فيبدأ يعمل لك رندر احترافي في جزء من الثانية. تعال نشوف فيديو تاني. حتى الماستر بلان يقدر ان هو يعمل لك الرندر دي سوا. الكتلة البسيطة دي بدأ يعمل لها رندر عالي جدا، هو مش محتاج شرح، يعني حاجة بسيطة جدا وسهلة جدا. ممكن تعلم على جزء معين وتقول له بقى عدل لي فيه لو في جزء مثلا مش عاجبك. أتمنى يعجبكم.